انا اسمي علياء، علياء بدر. من ليله نزحنا من الانفاق لجيش الحر، فات علي جيش الحر، صار الضرب، اشتغل فوق من القصف وطلعنا على، بس انه في نقص، في بعض النقص يعني تعينكسون علينا شغلات كثيره، تعينكسون علينا يعني يجيبون قسم، ما انه انه ما انه في موفر قسم وقسم ناقص. مثل هالحز عندنا نحن 30 تحفظن حفظات، ما عاد يجيبونا يوم، صرنا شي 25 يوم، 25 يوم ما في حفظات. فعلى وعسى انه الحليب ما يقطعون. هلا عندنا بنت صغيره ترضع، يعني هالكم يوم اذا انقطعت ما ناشر الانضيه وحفوضات وامننا، يعني شغلات كثيره تعيمننا، يعني الله يعطيهم العافيه، بس انه فيها شيء منقص علينا. بيتنا ما ضل بشيء خالص، انه كله شاله، لا غطاسات لا فرش لا لحف لا مد، المد الزين الكويس، الاحرامات، كل شيء شنو بيه شالوه، ما خلونا شيء، حتى ما عاد نستجر نروح نفوت على بيوتنا، صار يمنعون العالم عن فوتة بيوتنا. هلا هالوقت هاي قايلين انه ما بحكي يفوت على بيته وما يسأل وين غرض الفلان، ما عاد يخلوا الحل، صار يهونون العالم ويضربون ويطردون من جري. هاني خضرة موسى ديال منطقة الريحانية اللي مستحلها الجيش التركي، نزحنا من الضرب ومن الجوع من العرى، بيوتنا خذوها، خذوا مالنا، خذوا كل شيء، المال يقول كل شيء ياخذون. ما عندنا خيار، انت عندنا صعوبات، ما اشتغل عليش، ما عندنا خيار، ما عندنا خيار ولا عندنا صعوبات. نادي ام حليمه خليله ام سترك عني مالي متالامبو ام تالامبون زاري متشوك استرمان بطانية قدام بطانية كتب بس إنسان بطانية يكون الحيفك رات كذي هي رانا كبوي صار وصار ما يخوام توت مرفيان برزلمي مرفيان خوام الجيش الحر ودعش هاسترمي هات استرمي مراكتي ساعات يازد بشفكة تكتر استرمي أب ظلم بظلم هي نجي هامة أم تشولاكتن أم تالام بون تشكي منا ماي نعردك ما ماي نمالي ما ماي في دقي آنها بحر رمي بقر لاو خزي آنها بقر هما بس ديوانا بقر تو امارا انا ما ادخو اقراضا من ما ادخو ديوان متدرون وعردي خمرون ام شامل اخواز بقر مالي خلا افضل ما باش جمره افضل ما تونا باش اخوان ام ظلمي ام